أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للوزير فخر لشركة ديرتلاند للمشروبات، حيث أكد أن التسهيلات التي تقدمها البحرين تأتي معززة لموقعها الاستثماري بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في هذا القطاع. وخلال جولته أكد الوزير أن الجهود مستمرة لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلية والإقليمية والعالمية.